بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا أهلا وسهلا أطفال الأعزاء في قناتنا. إذا نواصل دائما مع الفصل الثالث أطفالي، صفحة 94 من كراس أنشطة اللغة العربية أطفالي، الحصيلة رقم 3. إذا نضع سطرا تحت الفعل اللازم وأحط الفعل المتعدي بدائرة في الجمل التالية. إذا هذه الجمل راح نسطر تحت اللازم وندير دائرة حول المتعدي. أولا نعاود يعني في الإعادة إفادة ما هو الفعل اللازم وهو الفعل المتعدي. أطفال الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي بفاعله، يعني لا يحتاج إلى مفعول به، مثل يعني عندما أقول لكم جلس خالد، إذا جلس خالد يعني مفهوم جلس خالد، يعني لا نحتاج إلى مفعوله. أما المتعدي أطفالي هو فعل، هو الفعل الذي يحتاج إلى مفعوله، هو يحتاج إلى مفعوله، مثل قشرت ليلى البطاطا مثلا. قشرت ليلى ماذا؟ قشرت البطاطا. إذا قشرت فعل متعدي لأنه يحتاج إلى مفعول به حتى تنتهي المعنى تاع الجملة. هذا هو الفرق بين اللازم والمتعدي. مثلا هنا خرجت مع أصدقائي. خرجت أطفالي هنايا، هل يمكن أن يعني ندخل معه ضمير متصل مثل جلس خالد؟ ما نقدرش ندخلو ضمير. أما قشرت ليلى البطاطا، قشرتها، إذا البطاطا يمكنها يعني يمكن أن نحول البطاطا إلى ضمير، قشرتها. أما جلس خالد ما عندناش، ما نقدرش نديرو فعل جلس، ما نقدرش ندخلو عليه ضمير، إذا فهو فعل لازم. إذا هنايا خرجت مع أصدقائي، هنايا خرجت يمكن أن يعني نحي أصدقائي ونقول خرجت، أنا خرجت، نقطة انتهى، راه مفهوم، فهو فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به وما نقدرش ندخلوا عليه ضمير، خرجت وانتهى. أما هنا لاحظوا أطفالي، فتحت العلبة، فتحتها، نقدر نحي العلبة ونقول ماذا فتحت؟ فتحت العلبة، العلبة راها مفعول به، نحي العلبة ونقول فتحتها، إذا هذا راه فعل ماذا؟ متعدي. هنايا راهو فعل متعدي يحتاج الى مفعول به. افرغتها، افرغت ماذا؟ افرغت العلبه، افرغتها، هذيك ضمير، اذا افرغت فعل افرغت راهو متعدي ايضا. ثم صنعت بها حاويه اقلام، صنعت ماذا؟ صنعت الحاويه، صنعتها، ايضا فعل متعدي، نقدروا ندخلوا عليها الضمير، ضمير متصل. هنا كتبت درسي، كتبته، كتبت ماذا؟ كتبت درسي، يحتاج الى مفعول به، كتبته، اذا راهو متعدي أيضا. هنا أيضا رسمت، رسمت عفوا، رسمت وفاء طائرا، رسمت ماذا؟ رسمت طائرا، مفعول به، رسمته، إذا يحتاج إلى مفعول به ويتصل بالضمير، إذا راه أيضا فعل متعدي. إذا عندنا كلها أفعال متعدية، فقط خرجت راه فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به. الآن عفوا اعرب ما تحته سطر أو ما هو مسطر في الجمل هذه. هنا عندنا لا تمشي، تمشي أطفالي راهو فعل معتل، معتل الآخر، باش تعرفوا إذا كان معتل الآخر رجعوه إلى ماضي، مشى، معتل الآخر يعني الألف، ألف المقصورة في الآخر، مشى. إذا نقول لا تمشي فعل مضارع، فعل مضارع مجزوم بلا، لاحظوا لا، لأن هي حرف جزم، لا وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة، هنا شوف كاين ألف مقصورة، مشى فيها ألف مقصورة، كي درنا لا تمشي نحينا الألف المقصورة، يعني بعلامة جزمه حذف حرف العلة. والفاعل أطفالي، الفاعل هو ضمير ماذا؟ ضمير يعني طبعا هو ذا فعل يحتاج إلى فاعل، إذا الفاعل هو ضمير مستتير، مخبي، مستتير، ماشي كما ضمير المتصل، ضمير متصل الهاء والكاف، كتابك، كتابه. أما هنا ما كانش ضمير متصل وإنما كان ضمير مستتير مخبي، إذا والفاعل هو ضمير مستتير، تقديره ماذا؟ تقديره أنت، أنت لا تمشي، أنت ضمير نعم مستتير تقديره أنت، لوك نكتبها لكم أطفالي. عندنا هنا يدعو، يدعو المعلم، هنا يدعو ما عندنا لا حرف جزم ولا حرف نصب، راهو فعل مضارع، يدعو عادي، يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أين هي الضمة أطفالي؟ يدعو، هذه يدعو، لكن انتهى بواو، هنا انتهى بواو ولم ينتهي بضمة، واو نقدر نديرو هنا يدعو، يدعو، يدعو المعلم، يمكن أن نقول يدعو لكن دينا ثقيلة،
يعني في النطق ديالنا ثقيله. اذا ماذا نقول؟ ما نكتبوش الضمه هنا، قولوا فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره، هنا راها ضمه مقدره. منع من ظهورها، هنا ماهيش باينه، نحيناها. منع من ظهورها ماذا؟ الثقل، ثقيله. يدعو جينا كلمه اللي عند الفعل في النطق تاعه جينا ثقيل. اذا عندنا بعض هنا عندنا منع الظهور، يعني منع من ظهورها، عندنا التعذر وعندنا الثقل. في هذه الحاله عندنا الثقل وعندنا التعذر. مثلا الاطفال يقول لكم دخل فتى، دخل فتى، من الذي دخل اطفال؟ طبعا الفتى، الفتى راهو فاعل، نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، ماهيش باينة. منع من ظهورها ماذا؟ هنا منع من ظهورها التعذر، علاش؟ الخطر يستحيل أننا نكتبها. دخل فتى، ما نجموش نديرو الضمة، مش كيما هذه الحالة. هذه الحالة نقدر ندير الضمة، نقدر ندير الضمة، يمكن أن يعني نحطها، بصح تجينا ثقيلة، صعوبة النطق، تجينا صعيبة في النطق. إذا هنا منع منع ظهورها الثقل. أما دخل فتى منع ظهورها التعذر، ماشي الثقل. مثلا رأيت فتى، رأيت ماذا؟ رأيت فتى، فتى هنا راه مفعول به، راهي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها أيضا الثقل. مثلا مررت بفتى، مررت بفتى، بي راهو حرف جر اطفالي، بفتى، فتى هنا راه اسم مجرور لكن ما كانش الكسره، مستحيل اننا نكتب الكسره هنايا. اذا نقول فعل اسم مجرور ببي وعلامه جره الكسره المقدره، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر، ما نقدروش نكتبوها، يستحيل. اما الثقل يمكن ان نكتبها لكن جينا ثقيله. عادة أطفالي الضمة المقدرة التي يمنع من ظهورها الثقل تكتب، يعني تكون عندما يكون في نهاية الفعل تاعنا أو الاسم، يكون عندنا واو أو ياء. واو كما هنايا، واو أو ياء، هنا تكون ثقل. كي تشوفوا كما هنا واو نكتبوا منع من ظهورها الثقل. أما عندما تكون هناك ألف مثل فتى، لاحظوا هنايا فتى، كي تكتبوا فتى راح تكتبوا يعني فتى، فتى راح تكتبوها بهذه الطريقه فتى. هنا عندنا الالف المقصوره، في الالف المقصوره اطفالي يمنع ظهورها التعذر. اما كي يكون كاين واو في الاخير او ياء، ياء هذا مش ياء، هذا الف مقصور، ياء هنا يمنع يمنع ظهورها الثقل اطفالي وليس التعذر. اذا الواو والياء ثقل، اما الالف التعذر. جيد، نروح الآن هنا. جرى، جرى، دوك نكتب لكم أطفالي كامل الإعراب. جرى أخي بسرعة، جرى هنا فعل يجري، راهو فعل ماضي، فعل ماضي يكون مبني على الفتحة. لاحظوا هنايا أيضا الفتحة هنا راها مقدرة، هنا ألف، قلنا عندما تكون مقدرة بالألف يكون عندنا التعذر. إذا نقول فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف، ألف المقصورة هذه، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر. بعد هنا ألف، هنا الواو الثقل، أما هنا الألف التعذر. نفس الشيء هنايا، لن يرمي، إذا هنايا أطفالي لن يرمي، إذا هنايا لاحظوا هنا لن، لن، لن هذا حرف نصب أطفالي، يرمي، يرمي الآن، لكن يرمي نعرف بالفعل المضارع أطفالي يكون مضموم، هنا راه منصوب لأن هذه حرف نصب، يعني نواصب الفعل المضارع. إذا نقول يرمي نكتب فقط فعل مضارع منصوب طبعا بلن وعلامة نصبه الفتحة، لاحظوا الفتحة الظاهرة على آخره يرمي. جيد، راح نكتب لكم كم من هذه الإعرابات. إذا هذه يا أطفالي عندنا تمشي فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. ثم هنا يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة ومنع من ظهورها الثقل. عندنا جرى فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. مقدرة على الألف، قلنا كي تكون مقدرة على الألف، هنا الألف مقصورة، يمنع من ظهورها التعذر. أما يرمي، لن يرمي، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن هذه هي أطفالي الإعراب المصل. لون علامات الإعراب الأصلية بالأصفر والفرعية بالأحمر.
طبعا علامات الإعراب الأصلية أطفالي، الأصلية يعني هي الفتحة الضمة الكسرة والسكون، ظاهرة إذا كانت فتحة فتحة، إذا كانت ضمة ضمة، إذا كانت كسرة كسرة، إذا كانت سكون سكون، يعني ظاهرة واضحة. أما الفرعية هي غير واضحة، عندنا الواو مثل، عندنا الألف، عندنا الياء مثل يعني الألف والياء للمثنى، عندنا ثبوت النون، عندنا حذف النون، أو عندنا أيضا حذف حرف العلة، عندنا حذف حرف العلة أيضا. إذا هذو هما الفرعية. إذا نبدأ أطفالي هنايا مثلا، كان العرب إذا ساروا ليلا يهتدون بالنجوم. إذا هنا كان راها علامة الإعراب تاعها أصلية، كان نورمال عادي عندي فتحة، العرب هاي الضمة أصلية، إذا أصلية، ساروا ساروا طبعا راها ساروا راها فعل ماضي مبني على الضمة، فعل ماضي مبني على الضمة، والواو هذه راهي ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. إذا هنا راهي جماعة، إذا الضمة أصلية، العرب ساروا، إذا هنا راهي أصلية، ليلا أصلية. هنا يهتدون، يهتدون فعل مضارع، يهتدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون طبعا لأنه من أفعال خمسة. إذا هنا الرفع، هنا أداة الرفع هي ثبوت النون، هذه راهي فرعية، هذه نديروها بالأحمر، فرعية، هذه كلها أصلية إلا هذه فرعية لأنها نقول أنها مرفوعة بثبوت النون. بالنجوم كسرة أصلية. هنا الآن سخر الله ما في الكون، لحد الآن راهي أصلية، سخر فتحة، الله ضمة، الكون كسرة عادي. لخدمتي، لي حرف جر، خدمتي كسرة، الإنساني كسرة، مضاف إليه كسرة. إذا هنا كلها أصلية، يعني علامات الإعراب كلها أصلية. هنا مارس الرياضة كي تنعم بالصحة، كلها أصلية، هي كسرة الرياضة، مارس ماذا؟ الرياضة كي تنعم بالصحة، جر ومجرور، إذا كلها أصلية. هنايا خرج التلاميذ ولم يطفئوا، لم يطفئوا أنوار القسم، لاحظوا لم يطفئوا، إذا هذه أصلية وهذه أصلية وهذه أصلية وهذه أصلية، أما هذه راها فرعية. ماذا نقول؟ إذا لاحظوا هذه حرف، حرف جزم، لم هو حرف جزم، إذا يطفئ فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه ماذا؟ علامة جزمه حذف النون، علامة جزمه حذف النون. إذا هنايا الجزم هنايا راها حذف النون، راها فرعية، أن علامة الإعراب فرعية وليست سكون، ليست أصلية، لأن ما كتبناش السكون، حرف جزم يعني سكون، أنا ما كتبناش سكون وإنما حذفنا النون. جيد، إذا عندنا زوج فقط فرعيين، أما الباقي كلها أصلية. إعراب الجمل التالية، صار المهندسان بارعين في عملهما. إذا ماذا نقول؟ إذا هنا صار راها فعل ماضي ناقص أطفال. سارة من أخوات كان راهو فعل ماضي ناقص، كل أخوات كان تعرف هكذا، فعل ماضي ناقص مبني على الفتح. إذا نقول سارة فعل ماضي ناقص مبني على الفتح. المهندسان، المهندسان راهو اسم سارة، هذا فعل ماضي ناقص راهو اسم سارة مرفوع طبعا. أسماء أخوات كان، الأسماء تاعها الأسماء والخبخب، اسمها يكون، يكون مرفوع وخبرها يكون منصوب. إذا راه مرفوع، علامة رفعه ماذا أطفال؟ هي الألف، الألف هذا. مهندسان يرفع المثنى أطفالي بالألف، إذا المهندسان اسم صار مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، يرفع المثنى أطفالي بالألف. بارعين راهو خبر صار منصوب، بماذا ينصب المثنى؟ ينصب طبعا بالياء. إذا نقول بارعين خبر صار منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، الرفع بالألف والنصب بالياء، في طبعا حرف جر هنايا. عملهما، إذا هذه ما ضمير، هما راهو ضمير، نعرفو عملي، عملي راهو اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره. عمل من؟ عملهما. هنا إذا كنا قادرين نقولوا صار المهندسان بارعين في العمل، في العمل، العمل يكون اسم مجرور وانتهى، لكن هنايا عملهما يعني أضفنا، أضفنا هذا الضمير، أضفناه. إذا ماذا نقول؟ الضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، يعني أضفناه.
هذا الهاء، هذا الهاء هما، يعني هما نهما هو ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. إذن عاود في حرف جر، عملي هنا راه اسم مجرور وهو مضاف، بما أن هذا مضاف إليه فهو مضاف، هي أو هما هو مضاف إليه، نعم عفوا، ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. هذه هي، إذا غادي نكتب لكم إعراب هذا أطفالي. إذا سارة راهو فعل ماضي قلنا ناقص، فعل ماضي ناقص مبني على الفتح. المهندسان اسم سارة مرفوع بالألف لأنه مثنى، وتقدروا ديروا مرفوع وعلامة رفعه الألف إلى آخره. بارعين راهو خبر سارة، إذا هذا الاسم سارة وهذا خبر سارة منصوب بماذا؟ بالياء لأنه مثنى. عندنا في حرف جر، عمليهما إذا عملي وحدها راه اسم مجرور بفي وهو مضاف، طبعا تنجمو تواصلوا علامة رفع جره الكسرة الظاهرة إلى آخره، وهو مضاف. وهما راهو ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، يعني أضفناه لعملي. هذه هي أطفالي، إذا نواصل. إذا نقل نعبر عن كل صورة بجملة تحتوي كلمة مبنية واحدة على الأقل. إذا حنديرو هنا فقط واحدة باش ما تكثرش عليكم أطفالي. إذا عندنا صور، حنديرو كلمة مبنية. ما معنى الكلمة مبنية؟ طبعا حنعاودوها أطفالي، وقلنا في الإعادة إفادة عندنا المعرب والمبني أطفالي. المعرب يعني بشكل بسيط، المعرب هو الفعل المضارع والاسم، يعني أسماء، كل الأسماء والفعل المضارع، هذا هو أطفالي المبني، عفوا المعرب. أما المبني عندكم فعل أمر، عندكم فعل ماضي، وعندكم الحروف كلها، حروف يعني حرف الجر، حرف الجزم، حرف النصب. عندنا أسماء الإشارة أيضا راهي مبنية أطفالي، أسماء هذا، أولئك، تلك إلى آخره. إذا هذه هي المبنية أطفالي. أما المعربة فهي أفعال المضارع، يعني فعل المضارع والأسماء. إذا راح نبدأ أطفالي. مثلا هنا نقول يتجول السياح مثلا في وسط الصحراء، في هنا يا في راه حرف، الحرف يكون مبني أطفالي. أو هؤلاء السياح يتنعمون بمناظر صحراوية خلابة، مثلا هؤلاء السياح يتنعمون بمناظر خلابة أو بمناظر صحراوية خلابة. جيد، هنا عندنا هذا النمر يجري بسرعة، مثلا هذا النمر يجري بسرعة، أو هذا النمر مخيف. أنتم أحرار، مهم ديروا كلمة مبنية. هنايا في أعالي جبال جرجرة يقف هؤلاء السياح، في أعالي مثلا جبال جرجرة هنايا، أو جبال ثلجية، يعني نقول جبال جرجرة مثلا يجلس، أو عفوا يقف هؤلاء السياح في جبال، على جبال جرجرة. مهم، إذا استخرجنا الفقرة خمسة كلمات مبنية وخمسة كلمات معربة. إذا تغرب الشمس خلف الأفق، طبعا المبنية قلنا والمعربة هي الفعل المضارع والأسماء، تقريبا كلها معربة. أما المبنية فعندنا فقط الفعل الماضي والأمر والحروف أطفال. إذا هنا مثلا تغرب الشمس، إذا هذه كلها معربة، خلف الأفق. هنا لاحظوا، نحوصوا أولا على المبنية، ما كانش بزاف مبنية. إذا نبحث مثلا هنا عندنا ثم هذه راها مبنية، ثم يجلسون بعد ذلك، أن ذلك أيضا مبنية، على الرمل أمام النار يتفحيث، وحيث أيضا راها مبنية. عندنا على مبنية، عندنا عن مبنية. إذا هنايا نكتبوا خمسة فقط، كتبوا خمسة أطفالي. إذا ذلك، حيث، عن، ثم، على. أما المعربة أطفالي عندكم بزاف، عندكم تغرب، عندكم الشمس خلف الأفق، كلها معربة أطفالي، الأغصان، الخيمة،
تتعالى الحديث. إذن أنتم أحرار. نواصل أطفالي. هنا عندنا أكمل كتابة الحروف الناقصة من كل سؤال. إذا هنايا نقول، لاحظوا هنايا أطفالي، إذا هنايا سيحدثنا جدي اليوم، إذا نقول عما، يعني عن ما، فنقولش عن ما، عن ما سيحدثنا، إذا نقول هنايا عما، عما سيحدثنا جدي اليوم. هنايا تقضي وقتك فراغك فيما، فيما تقضي وقت فراغك، إذا فيما، فيما تقضي وقت فراغك، فيما. هنايا تتكون مجموعة الشمس مما، من ماذا؟ يعني من ماذا؟ مما، مما، مما تتكون مجموعة المجموعة الشمسية. وهنا حثنا ديننا على طلب العلم، نقطة، لما، لما حثنا ديننا على طلب العلم. هنا ضع أسئلة مناسبة للجمل التي تحتوي على ما الاستفهامية مع حروف، مع حرف الجر. إذا هذه كما أنا يعني هنديروا أسئلة بهذه الطريقة، بهذا النوع، يعني فيها الماء الاستفهامية اللي هي هذه مع حرف جر. إذا هنايا أبدأ عند الإجابة بالأسئلة السهلة، أبدأ عند الإجابة بالأسئلة السهلة. إذا بماذا؟ أقول بماذا تبدأ عن الأسئلة الجاية؟ أقول بما، بما، إذا بما، بما تبدأ عند الإجابة، بما تبدأ عند الإجابة، فقط هذه، بما تبدأ عند الإجابة، وهو يجاوب أبدأ عند الإجابة بالأسئلة السهلة. هنايا أشكو من ألم في رأسي، مما تشكو؟ من ماذا تشكو؟ مما، مما، هكا، مما تشكو، مما تشكو؟ أشكو من ألم في رأسي. هنا قلنا بما، قلنا بما تبدأ عند الإجابة، بما تبدأ، تبدأ، بما تبدأ عند الإجابة، أبدأ قلنا بالأسئلة السهلة، مما تشكو؟ أشكو من ألم في رأسي. نستفسر عن محاضرة اليوم، نستفسر عن محاضرة اليوم، نعم، يستفسرون عن محاضرة، يستفسر، إذا على ماذا تستفسر؟ على ماذا تستفسر؟ قلوا عما، عما تستفسر، عما، نستفسر، عما، إذا عما هنا نستفسر، يعني نحن، نحن نستفسر، يعني طرحت السؤال على الجماعة، نستفسر، إذا عما تستفسرون؟ عما تستفسرون؟ تس، 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 تستف، تستفسرون، تستفسرون، نعم، عما تستفسرون؟ نستفسر عن محاضرة اليوم. الآن يؤدي إلى، يؤدي هذا الطريق إلى محطة البنزين، يؤدي إلى أين؟ إلى أين أو إلى ما؟ إلى ما؟ إلى، إلى ما؟ إلى ما يؤدي هذا الطريق؟ إلى ما يؤدي هذا الطريق؟ يؤدي هذا الطريق إلى محطة البنزين. هنا يعني عندنا املأ الجدول، مضارع مبني للمعلوم، إذا يقرأ، يعيد، يرشد، مضارع مبني للمجهود، للمجهول، ماذا نقول؟ إذا يقرأ، 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 إذا يقرأ، 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 يعيد، يعاد، 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 يرشد، 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 يقرأ، يقرأ، يقرأ كتاب، يقرأ الكتاب، يقرأ عمر الكتاب، يقرأ الكتاب، يعيد، يعاد، يرشد، يرشد. حول الجملة، هنايا حول الجمل، نشوف لها نيشان،
جيد. إذا حول الجمل من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول واضبطهما بالشكل. إذا نقرأ الجملة: نظف الرجل الحديقة. إذا هنا النحو الفاعل تاعنا نقول نظفت الحديقة. إذا نظف الرجل الحديقة، نظفت الحديقة. إذا شكلها مليح، نظفت الحديقة. أعلن المعلم اسم الفائز. إذا المعلم، نروح نقول أعلن اسم الفائز. أعلن اسم الفائز. إذا هنايا اسم، أعلن المعلم اسم الفائز، أعلن اسم الفائز. فهمنا السؤال، إذا نقول فهم السؤال. جيد. الآن قلنا استبدل كل فعل مضارع بماضيه في الجملة، يعني نحول من المضارع الماضي. إذا هنايا يصحو الطالب من نومه صحى الطالب من نومه باكرا. يسقي البستاني أشجار الحديقة سقى البستاني أشجار الحديقة. يروي المعلم القصة للتلاميذ روى المعلم القصة للتلاميذ. يكسو الثلج الأرض حلة خضراء. إذا كسى كسى تكتب بالألف كسى كما صح كسى الثلج الأرض حلة. إذا دايم أكمل كتابة اكتب كتابة كل كلمة فيما يلي بالألف اللينة المناسبة. طبعا الألف المناسبة تاعها أطفالي. إذا لاحظوا هنايا عندنا الدنيا، طبعا الدنيا بالألف، الدنيا التوى ألف المقصورة، العظمى أيضا بالألف المقصورة، موريتانيا ألف الممدودة هنا المقصورة، سلمى الرحى. جيد. هنا عندنا املأ كل فراغ بما يناسب. عندنا اجتمع الأصدقاء وقاموا بوضع برنامج المراجعة. فحددوا تنساوش ألف الجماعة، حددوا ما يراجعونه كل يوم ولم يهملوا ألف الجماعة تنساوهاش أي مادة. واتفقوا على أن لا يسهروا ألف الجماعة تنساوهاش أيضا، يسهروا متأخرا بل يجب أن يناموا باكرا. جيد. الآن صرف الجملة التالية مع ضمائر أنت، هما، هم، أنتم، هن في الماضي ثم في المضارع عفوا. إذا عندنا هذه الجملة راح نكتبها 1 2 3 4 مرات، مرة في الماضي ثم في المضارع. جيد. إذا تبعوني مليح أطفالي، راح نديرو. إذا جرى الطفل إلى البيت غسل يديه، يعني هو الذي غسل يديه، هو الذي دنا من الطاولة، هو الذي استوى على كرسيه وتناول طعامه، هو الذي أوى إلى فراشه. راح نديرو أنت، نبداو في الماضي أطفال، نبداو بالماضية. هادو الضمائر مع الماضي، تبعوني مليح. إذا أنت، ماذا نقول؟ أنت هنايا جريت إلى البيت، غسلت يديك، دنوت
تنقل مليح أطفالي. إذا جريت إلى البيت، غسلت يديك، دنوت، دنيت، دنوت، دنوت من الطاولة. هنايا استويت، استوى، استويت، أنت استويت على كرسيك وتناولت طعامك، ثم أويت، أوى، أويت إلى فراشك سعيدا. إذا هذه أنت. أنا في الماضي أطفالي، الآن هم في الماضي. هم جروا، 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 تنسى فيها الواو والألف مع الآخر، جروا إلى البيت، غسلوا أيديهم، دنوا، الواو والألف، دنوا من الطاولة، استووا، الواو والألف، استووا، زدوا واو وألف، استووا على كرسيهم وتناولوا طعامهم، ثم أو أطفالي، نكتب بها الطريقة، أو هيا أو. إذن ثم أو إلى فراشهم، هنا سعداء، هم سعداء. إذن قلنا هم، الآن أنتما، اثنان، أنتما جريتما إلى البيت، أنتما نعم أنتما جريتما إلى البيت، غسلتما أيديكما، دنوتما، دنوتما من الطاولة، استويتما، استويتما على كرسيكما، وتناولتما طعامكما، ثم آويتما، ثم آويتما إلى فراشكما. هنايا ساعدين، راهم زوج، أنتما ساعدين. الآن هن، تبعوني مليح أطفالي، هن جرينا، جرينا إلى البيت، غسلنا، غسلنا ماذا؟ أيديهن، أيديهن. إذا غسلنا أيديهن. هنايا دنونا، دنونا من الطاولة، دنونا من الطاولة. هنا استوينا، هن استوينا على كرسيهن وتناولنا طعامهن. إذا استوينا على كرسيهن وتناولنا طعامهن. إذا آسفة على هذا الضجيج أطفالي، عندي أطفال في البيت، آسفة. نواصل. ثم أوينا إلى أفرشة فراشهن، إذا فراشهن، ثم أوينا إلى فراشهن سعيدات، هن سعيدات، فراش أفرشتهن، أفرشتهن أو فراشهن، فراشهن. جيد، إذا انتهينا من هذه الضمائر مع الماضي. الآن راح نعاود نقرأ هذه الضمائر، تبعوني أطفالي، مش هنكتبها، نقرأ بك هذه الضمائر مع المضارع. إذا المضارع ماذا نقول؟ أنت، أنت تجري، أنت تجري إلى البيت، تغسل يديك، هنا تدنو، تدنو من الطاولة، تستوي على كرسيك وتتناول طعامك، ثم ماذا؟ ماذا نقول؟ تأوي، تأوي، ثم تأوي إلى فراشك سعيدا. إذن هذا مع أنت. الآن هم، هم يجرون، هم يجرون إلى البيت، يغسلون أيديهم، أيديهم، يغسلون أيديهم. وهنا يدنون، يدنون من الطاولة، يستوون على كرسيهم ويتناولون طعامهم، ثم يأوون، يأوون إلى فراشهم، نعم إلى فراشهم سعداء. جيد، الآن أنتما اثنان، أنتما تجريان إلى البيت، تغسلان أيديكما، أيضا تدنوان، تدنوان، تدنوان من الطاولة. هنا تستويان، تستويان، أنتما اثنان تستويان على كرسيكما وتتناولان طعامكما، ثم هذه تأويان، تأويان
مأويان إلى فراشكما سعيدين. سعيدين. الآن عندنا هن، هن يجرين، هن يجرين إلى البيت، أيضا يغسلن أيديهن، وهنا يد، يد، يدنن، يدنن، يدنن من الطاولة، يدنن، يدنن، نظن تكتب هكذا، يدنن، هكذا، يدنن، إذن يدنن، وراني، أين أنا؟ نعم، يدنن من الطاولة، وهنايا إس يدنن ويستوين، يستوين، إذن يستوين على كرسيهن ويتناولن طعامهن، ثم يأوين، ثم يأوين إلى فراشهن سعيدات. إذن هذه هي أطفالي. انتهينا. أتمنى أنني كنت في المستوى أطفال الأعزاء. بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.